السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مشكله جديده في تسجيل الدخول الى حسابات ادسنس العديد من القنوات واصحاب المدونات واصحاب المواقع اما بيجي يدخل على حساب جوجل ادسنس بتاعه بيلاقي ان في مشكله في الدخول لحساب ادسنس في الفيديو ده ان شاء الله هنحل المشكله مع بعض كل ما عليك ان انت هتدخل على جوجل كروم وهنكتب في البحث ادسنس هنكتب ادسنس هيظهر قدام حضرتك عده اختيارات في مشكله بتحصل عند البعض لو اختار تسجيل الدخول المتابعه الى ادسنس اللي هو الاختيار الثاني ده هنا مش بتقدر تدخل على جوجل ادسنس انا عشان ما اطولش الفيديو على حضراتكم المفروض ان انت بتدخل على اول اختيار اللي هو كسب الارباح باستخدام ميزه تحقيق الربح من المواقع الالكترونيه بنضغط عليها ده المتبع ان احنا بنعمله تمام بتظهر الصفحه اللي قدام حضراتكم دي كنا بنضغط قبل كده على البدء فوق في الشريط اللي فوق ده كده بنضغط على البدء مجرد ما بتضغط على البدء هنا بيظهر لك الايرور ده ايرور 404 خطا 404 بيقول لك ان هو مش قادر يتعرف او عنوان اليو ار ال خطا تمام وبيقول لك هو ده كل اللي احنا نعرفه ان عنوان اليو ار ال بتاع الموقع جوجل ادسنس اللي انت عايز تدخل عليه خطا طيب الحل ايه هنا؟ الحل بسيط جدا هنرجع تاني هنا كده بدل ما تضغط على البدء وقبل ما اقول لحضرتك على الحل تاكد تماما ان انت هتدخل على حساب جوجل ادسنس بتاعك بالايميل الخاص بحساب جوجل ادسنس بتاعك يعني ممكن يكون عندك كذا ايميل وبتحاول تدخل على حساب ادسنس بتاعك بايميل انت مش مسجل الدخول بيه على جوجل ادسنس هنا برضو هتظهر عندك نفس المشكله لانك بتدخل بايميل مختلف تماما طيب الحل ايه هنا اول حاجه ان انت بتختار او نتيجه اختيار زي ما شفنا مع بعض بتظهر قدام حضرتك الصفحه اللي قدام حضرتك دي تاني حاجه ان انت بتضغط على تسجيل الدخول وشرط ان انت تكون داخل على حساب ادسنس بتاعك بايه بالايميل الخاص بحساب ادسنس لو ضغطنا على تسجيل الدخول هنا في الشريط اللي فوق ده خلاص كده انت هتدخل على طول من غير اي مشكله وتم حل المشكله وهتلاقي حساب ادسنس الخاص بيك هيفتح زي ما انت شايف قدام حضرتك هو ده كل الموضوع ان انت ما تدخلش من حساب انت مش مسجل بيه على جوجل ادسنس او تاني حاجة تختار او نتيجة اختيار اللي هي كسب الارباح من ميزة تحقيق الربح من المواقع الالكترونية من ادسنس ثالث حاجة إن أنت تضغط على تسجيل الدخول وليس على البدء هيفتح حساب جوجل ادسنس الخاص بيك زي ما أنت شايف قدام حضرتك هو ده كل الفيديو عشان حل لمشكلة تسجيل الدخول في حسابات ادسنس المشكلة اللي ظهرت مؤخرا عند العديد من القنوات وعند العديد من أصحاب المواقع والمدونات